You should know انه بلشت معركة جرود عرسال. تاني خبر بيتعلق بانه السجين نزار زكا بإيران اتصل بالرئيس الحريري وطلب منه انه يساعده لاطلاق سراحه. وتالت خبر هو عن مزارعي البطيخ اللي عم بكبوا محصولهم للبقر. النوعية اللي موجودة عندنا لو بتتصدر لبرا أفضل من البطيخ اللي عم يجي من الخارج.